للحديث عن التطورات في إيران ودلالات استقالة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني من منصبه، معنا من لندن الكاتب والسياسي السيد طاهر الأحوازي. أستاذ طاهر، بداية مرحبا بك. علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، رجل بهذا المنصب، هل استقال أم أقيل؟ هذا السلام لكم ولمشاهديكم الكرام. بالنسبة لعلي شمخاني، حقيقة وهو من أهم رجالات الحرس الإرهابي للنظام الإيراني منذ أن تأسست ما تسمى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو من شارك بأول يعني جرائم هذا النظام بدءا من انتفاضة الأربعة السوداء الذي أصبحت يعني من أهم المناسبات والجرائم الذي قام بها النظام الإيراني في المحمرة، ونحن هذه الأيام نمر بذكراها طبعا. وتسلسل هذا الرجل بأماكن كبيرة بالحرس الثوري، وزير الدفاع، وزير البحرية وغيرها من مناصب بالقرار الأول حقيقة لهذا النظام، وشارك في الحرب الطاحنة الذي قام بها النظام الإيراني ضد العراق الشقيق في بداية الثمانينات القرن الماضي، وبعدها تحول إلى الصف السياسي، وأيضا يعني كان من رجال ما يسمى بمجلس مصلحة النظام على فترة طويلة من عمره السياسي والعسكري. هذا الرجل بالطبع هناك كثير من الأخبار حقيقة يعني توجه إلى من تهم، ومنها قضية التجسس، وأيضا الآن أصبح النظام أو أطراف النظام يرسلون بإشاعات أنه كان من ضمن الإصلاحيين، ضمن أن احنا نعرف هذا الرجل هو رجل من يعني من أقرب الناس لخامنئي على فترة تواجده، وهو استقيل أن نحن هناك يعني قبل أن تبدأ العلاقة مع المملكة العربية السعودية سمعنا واستمعنا عن اعتقاله أصلا من قبل النظام المخابرات الإيرانية بسبب قضية الاغتيال. فحقيقة هذا الرجل خاصة أنه أصبح ما حصل في المحادثات للعلاقات إعادة العلاقات مع المملكة العربية السعودية الذي هو بالظاهر هو يعني كان يدور شؤون هذه العلاقة، يعني كانت هناك تهديدات. طيب و... طاهر، هل هو استقال أم مقيل؟ لا لا استقال، وهذا ما الاستقالة أتت على خلفية ما يعني تحدثت عنه أنه احتبروه هو من الإصلاحيين، والآن بالظروف الحالية كل ما حصل من علاقات يعني بالإشارات الآن الصحف الإيرانية والمواقع تشير أن يعني الحكومة أو الدولة العميقة للنظام الإيراني مخالفة أصلا لما قام بشمخاني للتقارب مع المملكة، وقضية تراجع إيران يعني المزعزع للمنطقة. طاهر، يعني استقالة شخصية مهمة بوزن علي شمخاني بهذا التوقيت، هل هذا يعني من وجهة نظرك إلى أي مدى ترى أنه بداية تصدع النظام الإيراني منذ عام 79 وإلى الآن؟ بالطبع التصدع احنا نشاهد يوميا قضية الوضع الاقتصادي، وضع السياسي، الاغتيالات اللي أصبحت اليوم تتوسع في رجال هذا الدين، وأيضا لا ننسى هناك صراع دامي بين الجهات للنظام ما يسمون أنفسهم الإصلاحيين وأيضا الأصوليين الذي يمثلهم رئيسي. وشمخاني اليوم يعني المواقع الإيرانية ومنها موقع إيران بالعربي أعلن أنه شمخاني هو من الإصلاحيين، والإصلاحيين حسب ما يدعون أنهم يعني كثير يخالفون الأصوليين بالنسبة لسياسة إيران الخارجية
وهناك كثير من العلاقات على عهد خاتمي، وأيضا روحاني كان التقرب ل يعني الوطن العربي وحتى دول الجوار. واليوم أعلنوها الإيرانيين بشكل رسمي أنه شمخاني بسبب يعني تقارب الفكري ومنهج السياسي مع الإصلاحيين تم إبعاده من القرار السياسي. طبعا اليوم وأنا يعني قررت أصلا حول هذا الموضوع أنه شمخاني لا يعلن عنه بسبب طرده، ويمكن أن يستقطبوه كشخصية اعتبارية في هذه المؤسسات. وشاهدنا نحن أخيرا الساعات الأخيرة خامنئي استقطب هذا الرجل كمستشار مثله مثل الآخرين في مكتب خامنئي، وهو منصب أنا أعتبره اعتباري وليس له أي دور سياسي من أجل حكم ماي الوجه أنا أعتبره. شكرا جزيلا من لندن الكاتب والمحلل السياسي السيد طاهر الأحوازي، شكرا جزيلا، كنت معنا من لندن.